يبدو أن الجزائر مقتنعة بأنه لا، هذا الغاز الذي يذهب إلى المغرب أو غيرها هو الغاز الجزائري. يعني ستكون القضية تقنية وقانونية باعتبار أن الضخ العكسي غير موجود في العقد. أنت كما تعلم العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي إذا كان هذا العقد ينص على أن الجزائر تصدر الغاز الجزائري إلى إسبانيا، تحويل هذا الغاز إذا كان الغاز جزائري إلى جهة أخرى سواء كانت المغرب أو موريتانيا، فهذا يعتبر إخلال بالقانون، وبالتالي أي قانون سيعطي الحق للطرف المصدر وهو الجزائر. لكن في حالة أن هذا الغاز ليس جزائري، تبقى فقط قضية الضخ العكسي، استعمال هذا الأنبوب من باء إلى ألف وليس من ألف إلى باء.